مع صافرة نهاية كل مباراة، يشرع أعضاء جمعية التربية البيئية بوهران بتنظيف مدرجات ملعب ميلود هدفي في مبادرة عنوانها غرس قيم الثقافة البيئية. قوموا بحملة تحسيسية للمواطنين والجماهير اللي تحضر المقابلات باش يحافظوا على الملاعب نظيفة وتكون صورة جميلة لمدينة وهران إن شاء الله والجزائر ككل إن شاء الله بربي. بعد نهاية المباراة نقوم يعني بعد الجمهور ما يخرج ويترك الملعب، الأماكن اللي كان جالس فيها نقوم بتنظيفها ونعطوا صورة حضارية للمواطن الجزائري بصفة عامة ومواطن وهراني، ونكون رسالة أننا نحافظ على نظافة المحيط. توزيع المهام على أعضاء الجمعية وتوجيه إرشادات تخص عملية فرز القارورات البلاستيكية والورق لإعادة تدويرها بعد الانتهاء من جمعها بالتنسيق مع مركز الردم التقني. هذه النفايات اللي نجمعوها منها البلاستيكية منها الكرتون نقوم بإعادة تدويره، يعني بتثمين هذه النفايات مع مركز الردم التقني لولاية وهران. بطولة الشان تجمع بين الثقافة الرياضية والبيئية لتكون فرصة لغرس قيم المواطنة والحفاظ على البيئة بين أوساط الجماهير لتجتمع الروح الرياضية بالمسؤولية البيئية.